دكتور محمد، وهسأل. احنا من زمان اظن بطلنا نسمع عن الدكتور اللي بيروح لحد المريض البيت. ايوه يا فندم. فحضرتك بتروح لحد المريض البيت، ايوه يا فندم. ايوه يا و فندم. و واذا كان من غير يعني غير قادر مفيش ولا فيزيتا ولا ايوه يا حاجه. فندم، الحمد لله الحمد لله. ايوه يا فندم، بروح للبيت. والموضوع ده كان اكتر موجود السنه اللي فاتت في ايام الكورونا، لان كان اغلب الاطباء بيخافوا من العدوى دي، عشان دي امانه بوصلها يعني، ايوه من العدوى، سواء يجي له العياده او يروح له البيت. فانا الحقيقه كنت في الحاله ديت، ربنا سبحانه وتعالى اداني القوه والشجاعه ان انا المريض يجي للعياده بكشف عليه واعمل له اللازم واتابعه، واللي مش قادر يجي او كده انا بروح له البيت في قرى، مش نفس المدينه كمان، في القرى نفسها. ولذلك الحمد لله هم اشتهرت باني دكتور الكورونا ودكتور الغلابه، وده شرف ليا الحقيقه. ايوه ان انا الحمد لله ان انا اروح المريض يجي لي العياده كورونا كورونا واعالجه واتابعه، واللي مش قادر يجي بروح له البيت في القرى وبرضه اكشف عليه واروح واتابعه واتابع حالته. ومن فضل الله عشان برضه للامانه وباقل علاجات واقل تكلفه، ومن فضل وفي اقرب فرصه وفي اقل مده بيشفى المريض تماما. يعني تكشف على المريض من غير فلوس اذا كان غير قادر، وتكتب له دواء يبقى على قد الايد. بالظبط كده، ويوم بيوم، عشان ما يجيبش علاج. ما هو المخدره مش يعني، ممكن ربنا يشفيه في يوم في يومين ثلاثه وخلاص، مش لازم اجيب علاج واركنه والناس ظروفها يعني تعبان صعبه. الحمد لله. فحضرتك يعني من فضل الله السنه اللي فاتت موضوع الكورونا ده يعني يمكن هو اللي ايه يعني عرف الناس بيها اكتر، الحمد لله. انا برضه من زمان بس اكتر يعني، أيوة. لاننا كله كان بيتهرب من موضوع العدوى. ومن فضل الله ومن فضل الله يجي لي العياده اكشف عليه، اروح البيت اروح له البيت وباقل تكلفه او بدون تكلفه مش مشكله، المهم ان في الاخر ربنا يشفي المريض. يا رب آمين. الحمد لله.